أحد استخدامات الحبل. شنو؟ شر الملابس. نشر الغسيل. خلينا نشوف. آه نعم، أعلى احتمال. إذا أستاذ بيه تفضل، إذا تسمح ارجع لمكانك ويلا رأفت وخل أجي وياكم. علي. نعم. أحد استخدامات الحبل. من سيارة جر سيارة. ها؟ مثلا من سيارة جر سيارة. ساحب السيارة. ساحب السيارة. يلا ثاني. أدوات الرياضة إلها سحب. شنو؟ ما أعرفها. وماكو وقت سالي. أنت شطورة يلا. سالي راح ينضرب كروس. شفتي؟ احتمال اول خاطئ. مريم شو تقولين انت؟ اكو حبل مال لعبها. ما شنو؟ مال لعب. الحبل. اي خلينا نشوف استخدامات الحبل في اللعب. القفز. ونعم صح، القفز على الحبل. باقي اربع احتمالات. رأفت. للانقاذ. ها؟ انقاذ. خلينا نشوف. الانقاذ. خطأين. تحضروا اذا جاوب، يعني جاوبوا جواب خاطئ فراح اجيكم. تحضروا يعني تشاوروا. شنو باقي من الاحتمال الاربعه؟ لان راح اجيب، اريد من عندكم جواب واحد فقط. علي. القياس. القياس يعني مثلا نقيس طول بحبل، يعني استخدام الحبل في حالة القياس. خطأ. ثلاث أخطاء. إذن عائلة الشاطئ نوجه لها السؤال. إحدى استخدامات الحبل، ما هي هذه الاستخدامات؟ الآن أستاذ ليث أنت الجواب يمك، الجواب الأخير يمك، وتأخذون 47 نقطة. ربط الحيوانات، ممكن نربط الحيوانات الأليفة. استخدامه في ربط الحيوانات. خلينا نشوف ربط الحيوانات. صح، ربط الأشياء، يعني هي جاية لربط الحيوانات وغيرها. نعم، مثل سحب السيارة. إذا ربط الأشياء هي الحيوانات، هي الأشياء الأخرى والأخرى. إذا مبروك لعائلة الشاطي فوزها بالجولة الأولى بالسؤال الأول. 67.